للأسف بيبقوا عارفين المحليات أكتر من المصريين. ما حضروش، ما راحوش. حتى لو ما شافوش النضارة وما بتاع، أنا أعتقد إن هما يكونوا راحوا وعارفين التراث بتاعنا كويس جدا ومقدرين أهميته أكتر مننا. الفكرة إن إحنا لأ، إحنا الأساس إن إحنا نستهدف مصريين، إحنا بس هنا بنعلن عن التجربة. نفسنا ان احنا عندنا قدره اكتر ان احنا الناس العاديه تبقى تعرف عن المشروع. المشروع ده موجود، المفروض المنحه بتاعته من 2013 او 2014، ده مشروع قديم جدا وفضل متعطل فتره طويله جدا. المشروع ده ابتدى فعلا من اخر 2017 وخلص في مايو 2015. لا بس ما انا كنت لسه بشير الى انه احنا طموحنا هو ان ده يبقى مشروع رائد. التجربه دي نكون حتى احنا عرفنا بقى عندنا خبرات اوسع بحيث ان احنا نطبقها على كل المحميات الطبيعيه في مصر، يعني نوسع لتغطيه المحميات الطبيعيه في مصر كلها، و نستفيد من المشاكل اللي حصلت لنا في التجربه الاولانيه. طيب، عمل وادي دجله كشكل افتراضي ده خد منك وقت قد ايه؟ يعني خد مننا في الحقيقه شغل متواصل للفريق، يعني الاركتكتشر الديزاين بتاعه الجرافيك ديزاين والمانجمنت، خد حوالي شغل فعلي سنه. الفريق تقريبا كام واحد؟ الفريق كان فيه فريق كامل مخصوص للدوكيومنتيشن مسؤول عن التصوير، ده كان مخرج اسمه عاطف، ده كان معاه تيم كامل مسؤول عن الدوكيومنتيشن والمونتاج والصوت وكل حاجه، واحنا كنا فريق تاني في مهندس معماري في مصمم جرافيك وفي المنسق ومدير المشروع محمد عبد الله، كان مسؤول يعني عن تنظيم الجهود المختلفه. طب ومشاركتكم في المؤتمر هنا بقى دي جت ازاي؟ مشاركتنا في المؤتمر انه احنا تمت دعوتنا كجمعيه الحفاظ على الطبيعه في مصر، وعارفين انه احنا بنستخدم في السنه الاخيره التكنولوجيا الحديثه في محاولات حمايه الطبيعه، فطلبوا مننا انه تعالوا عرضوا التجربه بتاعه المتحف الافتراضي في المؤتمر. اسمي احمد امام، مهندس معماري، وكان التعاون الاساسي في مشروع متحف وادي دجله الافتراضي مع الفريق الكبير بتاعه هو ان انا كنت بعمل تصميم للفراغ اللي بيحتويك، انت ما تقدريش ان انت تلبسي النظاره دي في الشارع مثلا او في المدرسه او في المكان اللي انت بتعملي فيه الايفنت، وانت مش في مكان، انت محتاجه مكان تبقي قاعده فيه بحيث ان انت تحسي ان دي تجربه المتحف. فانا كان دوري هو ان انا بشارك معاهم في تصميم وتنفيذ الستراكشر بتاع الفراغ المتنقل، يبقى في فراغ بيحتوي الشخص اللي بيمر بالتجربه دي، الفراغ ده معمول بطريقه بحيث ان هو يتفك ويتركب في اي مكان بسهوله وبسرعه ويكون خفيف الوزن علشان يتنقل بسهوله. لكن الجزء الاساسي اللي انا كنت شغال فيه سمع كويس قوي، فده علشان يعزل شويه الصوت الخارجي ويحسسك شويه ان الصوت جودته احسن من الوقت.